طيبة الطيبة، المدينة المنورة. المدينة المنورة يلقبها المسلمون بطيبة الطيبة، أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة. تبعد المدينة المنورة حوالي 400 كيلومتر عن مكة المكرمة في الاتجاه الشمالي الشرقي، وعلى بعد حوالي 150 كيلومتر شرق البحر الأحمر. أقرب الموانئ لها هو ميناء ينبع، والذي يقع في الجهة الغربية الجنوبية ويبعد عنها 220 كيلومتر. تأسست المدينة المنورة قبل الهجرة النبوية بأكثر من 1500 عام، وعرفت قبل ظهور الإسلام باسم يثرب، أما اليوم فمحرم دخولها على غير المسلمين. تستمد المدينة المنورة أهميتها عند المسلمين من هجرة النبي محمد إليها صلى الله عليه وسلم وإقامته فيها طيلة حياته الباقية. وتضم بين أحضانها الكثير من المعالم والآثار، لعل أبرزها المسجد النبوي الذي يعد ثاني أقدس المساجد بالنسبة للمسلمين بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، بالإضافة إلى مقبرة البقيع والتي تعد المقبرة الرئيسية لأهل المدينة والتي دفن فيها الكثير من الصحابة. ومسجد القبلتين وجبل أحد والكثير من الوديان والأبار والشوارع والحارات والأزقة القديمة. يوجد في المدينة المنورة الكريمة العديد من المعالم الدينية الطبيعية والتاريخية، فبالنسبة لمعالمها الدينية فهي مرتبطة بالدين الإسلامي بشكل كبير، وجود قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي وقبر السيدة فاطمة الزهراء وأئمة البقيع ومساجد أخرى ذات ارتباطات روحانية ودينية للمسلمين، وآثار قديمة للدول التي تتابعت في حكم المدينة المنورة. وأما المعالم الطبيعية فقد اشتهرت المدينة بالجبال والوديان المتكونة من الرواسب البركانية التي عصفت المدينة في وقت سابق. ثلاث مساجد مهمة جداً في الإسلام هي المسجد النبوي الأكثر شهرة، بناه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومسجد قباء أول مسجد في الإسلام، ومسجد القبلتين حيث تم فيه تحويل القبلة إلى مكة المكرمة. تتوسع المدينة المنورة مع وسائل الراحة الحديثة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان وملايين الحجاج على مدار العام، حيث تتوفر فيها العديد من الفنادق بالمعايير الدولية وأماكن إقامة أخرى لتلبية الطلبات المتزايدة. هناك العديد من مراكز التسوق التجارية العالمية لتفي بالاحتياجات المتنوعة لزوارها
سواء من الذهب والملابس والأكسسوارات والسجاد والسلع الكهربائية من جهة، والمطاعم التي تقدم المأكولات المحلية والدولية من جهة أخرى. كما يوجد في القرب من المدينة المنورة العديد من المعالم السياحية والمواقع التاريخية مثل المساجد القديمة ومدائن صالح التي يمكن الوصول إليها بسهولة في شمال المدينة. المدينة المنورة مدينة الحضارة الإسلامية، خص الله سبحانه وتعالى بعض الأشخاص والأزمنة والأمكنة بخصائص متميزة دون سواها: مسجد قباء، بئر الخاتم، مسجد الجمعة، مسجد القبلتين، موقع معركة بدر، المسجد النبوي الشريف، منطقة بدر، مسجد العريشة، مدينة ينبع وشرم ينبع. يمكنك أن تستمتع بإقامتك في منطقة المدينة المنورة من خلال هذا البرنامج الرائع الذي سيجعلك تقضي أجمل عطلة في 3 أيام، تجعلك تتعرف على أروع الأماكن التاريخية والطبيعية. إنها طيبة الطيبة، أول عاصمة في تاريخ الإسلام، أقدس الأماكن بعد مكة، إنها المدينة المنورة.